هذا البرنامج برعاية المنتدى السوري. يحكى أن سفانة بنت حاتم الطائي كريم العرب المشهور وقعت أسيرة عند النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أتي بها إلى النبي قالت: يا محمد، هلك الوالد وغاب الرافد، فإن رأيت أن تخلي عني ولا تشمت بي أحياء العرب، فإن أبي كان سيد قومه، يفك العاني ويقتل الجاني ويحفظ الجار ويفرج عن المكروب ويطعم الطعام ويفشي السلام ويعين على نوائب الدهر، وما أتاه أحد في حاجة فرده خائبا: أنا بنت حاتم الطائي كريم العرب. فقال عليه الصلاة والسلام: خلوا عنها، فإن أباها يحب مكارم الأخلاق. أهلا وسهلا بكم، وحديثنا اليوم عن الكرم. الكرم خلق عظيم من مكارم الأخلاق وجميل الخصال، وهو صفة تحمل صاحبها على بذل الخير قليلا كان أو كثيرا، بطيب نفس دون مقابل، والإنفاق عن طيب خاطر، والجود من دون انتظار مقابل. فمن عرف بالكرم عرف بشرف المنزلة وعلو المكانة، وانقاد له قومه، فما ساد أحد في جاهلية ولا في إسلام إلا من كمال سؤدده وتحليه بالكرم. والكرم يطلق على كل ما يحمد من أنواع الخير والشرف والجود والعطاء والإنفاق. كان للنبي عليه الصلاة والسلام واد كامل من الإبل والمواشي. وقف رجل اسمه صفوان بن أمية مذهولا لضخامة القطيع وعدده الكبير وحجبه العظيم، فقال له النبي: يا أبا وهب، أيعجبك هذا؟ فقال صفوان: نعم يا رسول الله. فقال له النبي: هو لك بما فيه. صدم الرجل ولم يملك نفسه أن قال: ما طابت نفس أحد بمثل هذا إلا نفس نبي. فأسلم صفوان في مكانه ثم قال: والله لقد أعطاني رسول الله ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. لابد لاستتباب السكينة وضمان السعادة من أن يعطف القوي على الضعيف، وأن يرفق المكثر بالمقل، ولن تنجح أمة في هذا المضمار إلا إذا وثقت الصلات بين أبنائها، فلم تبق محروما يقاسي ويلات الفقر، ولم تبق غنيا يحتكر مباهج الغنى. وقد يسبق الظن إلى أن السخاء ينقص الثروة ويقرب من الفقر، ويسلب الرجل نعمة الطمأنينة في ظل ماله الممدود وخيره المشهود، وهذا الظن ليس صحيحا. والحق أن الكرم طريق السعة، وأن السخاء طريق النماء، وأن الذي يجعل يديه ممراً لعطاء الله يظل مبسوط اليد بالنعمة، مكفول اليوم والغد بالغدق الدائم من رحمة الله وكرمه. عن موسى ابن أنس عن أبيه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئاً إلا أعطاه. قال: فجاءه رجل فأعطاه غنماً بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم، أسلموا، فإن محمداً يعطي عطاءً لا يخشى الفاقة. يقول حاتم الطائي مخاطباً زوجته: أماوي، إن المال غاد ورائح، ويبقى من المال الأحاديث والذكر. وقد علم الأقوام لو أن حاتماً أراد ثراء المال كان له وفر. يقول جابر بن عبد الله: ما سئل رسول الله عن شيء فقال لا. وكان يقول: السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد عن النار. والبخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، قريب من النار. ولجاهل سخي أحب إلى الله من عابد بخيل. وقال الفضيل: ما كانوا يعدون الفضل معروفا. مر يزيد ابن المهلب عند خروجه من السجن بعجوز أعرابية، فذبحت له عنزا، فقال لابنه معاوية: ما معك من النفقة؟ قال: 100 دينار. قال: ادفعها إليها. قال: هذه يرضيها اليسير، وهي لا تعرفك. قال: إن كان يرضيها اليسير فأنا لا أرضى إلا بالكثير، وإن كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسي. ولا يظنن ظان أن كثرة الإنفاق تنقص الرزق،
بل إن ما أنفقه الإنسان سيخلفه الله عليه خيرا، يقول تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. نزل بأبي البختري وهب بن وهب القرشي ضيف، فسارع عبيده إلى إنزاله وخدموه أحسن خدمة وفعلوا معه كل جميل، فلما هم بالرحيل لم يقربه أحد منهم وتجنبوه، فأنكر ذلك عليهم فقالوا: إنما نحن نعين النازل على الإقامة ولا نعينه على الرحيل. إن الفقر معرة إذا لصقت بالإنسان أحرجته وهبطت به دون المكان التي كتب الله للبشر، وإنها لتوشك أن تحرمه الكرامة التي فضل الله بها الإنسان على سائر الخلق. لقد أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة حنين صفوان بن أمية 100 من الإبل، ثم 100 ثم 100، وكان يقول: لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. ويروى أن إبراهيم عليه السلام أول من أضاف الضيف، وكان يسمى أبا الضيفان، وكان يمشي الميل والميلين في طلب من يتغدى معه، وكان لا يتغدى إلا مع ضيف. وقد نزلت فيه آيات كريمة، قال تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال: سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال: ألا تأكلون. وختاما، الحكايات في ذكر الأجواد والكرماء والأسخياء وما كانوا عليه أكثر من أن تحصى، ففي مثل هذه المناقب فليتنافس المتنافسون، ولمثلها فليعمل العاملون، فإن فيها عز الدنيا وشرف الآخرة. وإلى اللقاء.